تخطيط مليح مليح بزاف، بصح الإغراق في التخطيط والإغراق في رفيد الهم على ما هو آتي والأوفر ثينكينج والأوفر بلانينج يعييوك هاد الصوالح وما فيهم حتى فايدة. واحدة من لي كلي اللي يعاونوك هي التركيز وتثمين مبدأ هنا والآن، here and now، ici et maintenant. مش فاكي كنت نخدم في الدومين تاع لا لوت كونتخ لا دروغ لا توكسيكوماني، المبدا اللي كان يعاون المدمنين انه جاست فور توداي، جوست بور اجوردي، يكفيني اني اليوم ما تعاطيتش، ما نقعدش رفيد الهم تاع لازمني نقعد ما نتعاطاش ايام وايام وشهور وشهور و... بس كل مدمن كي يكون باغ اكزومبل حب يسيي يحبس او صعيبه عليه كي لو فات انه حبس سوايع ديجا يحس بلي راهو دار حاجه ما صراتش. دونك جاست فور توداي، اي حاجه راك حاب تحبسها، اي حاجه راك حاب تبدلها، سيس روحك ومشي بالعقل وثمن اي خطوه صغيره درتها هنا ودرك، جاست فور توداي. شوفوا عليه مليح هذا المبدا، يعاونكم في بزاف حوايج في حياتكم. جاست فور توداي، جي ريوسي افير كذا وكذا، جاست فور توداي، نجحت اني ندير كذا وكذا.